انتقدت السيطرة الفعلية. لن أخوض في التكهنات، ولكن يمكن أن يحصل العديد من الأمور دائما، ولكن أريد أن نحرص على أننا نبذل قصارى جهودنا للحرص على أن لا شيء سيحدث، وأننا نتواصل مع القوى العظمى لتفادي أي حوادث من أن تخرج عن السيطرة، ولكن لن أخوض في التكهنات وآمل أن لا يحصل شيء. السؤال التالي من وول ستريت جورنال. أود أن أطرح سؤالا، هذا سؤالا، هل أبلغ الأوكرانيون أي الولايات المتحدة عن أي بداية للهجوم المضاد، وما الذي نراه فيما يتعلق في هذه العمليات؟ ولقد تشاركت الولايات المتحدة المعلومات مع الهند خلال المواجهات على الحدود، ما هي الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة للحرص على أن الهند قادرة على مواجهة الإكراه الصيني؟ فيما يتعلق بأين وصل الأوكرانيون في التخطيط لعملياتهم، أضع الأمر للأوكرانيين. يمكننا أن أتحدث عما نراه، نرى عمليات مستمرة حول بخموت وفي بخموت، ونرى زيادة في العمليات جنوب هذه المنطقة. وأظن أنه يمكن أن تكون العديد من الأمور تجري. وتريد أوكرانيا أن تحرص على أنها تقوم بالأمر الصحيح من أجل خوض هذه العملية المضادة، ولأن تكون مناوراتها ناجحة. ولكن ماذا تفعل بالتحديد، أين ومتى؟ أظن أن الأمر الأصح هو أن ندع الأوكرانيون يتحدثون عن هذا الأمر. وفيما يتعلق، وما كان السؤال الثاني؟ لطالما شاركت الولايات المتحدة الهند المعلومات خلال مواجهات الهند والصين عند الحدود، وما هي الخطوات التي تتخذونها من أجل الحرص على أن الهند تستطيع مواجهة الصين؟ لن أتحدث عما نتشاركه مع الحلفاء والشركاء، ولكن مع الحلفاء والشركاء نحن نتشارك أكبر قدر ممكن من المعلومات. ومجددا، أي خطوات محددة يمكن أن نتخذها أو لا نتخذها لن أتطرق إليها هنا. السؤال التالي لThe Economist. تحدثت عن المزيد من التعاون في المجال الدفاعي والصناعي وفي مجال الفضاء، والحاجة لقيام الحلفاء بالمزيد. كم برأيك يمكن للولايات المتحدة وشركائها وحلفائها أن تؤسس لقاعدة أكبر؟ وما زلنا نحرص على حماية تكنولوجيتنا، ونتشارك التكنولوجيا مع الدول التي نثق بها بشكل كبير، ولدينا رغبة إضافية بمشاركة هذه التكنولوجيا مع شريك مع الهند. وإذا نظرنا إلى بعض الأمور التي نعمل عليها، أصف هذه المرحلة بالمليئة بالنتائج نظرا لما نفعله، وهي أيضا مرحلة تحويلية. هناك فرص لزيادة القدرات وزيادة الإمكانيات، وكل هذا مهم إذا نظرنا إلى ما يلزم للحرص على أن نستمر بالعمل من أجل التوصل إلى منطقة هندية هادئة حرة ومفتوحة. ونحن نتشارك هذه الرؤية مع الهند ومع دول عديدة في المنطقة. سمعتموني أتحدث عن هذا كثيرا يوم السبت في سنغافورة.
إذن ما زلنا نشعر بالحماسة لأن الهند تعزز قدراتها ونريد أن نعمل معها لتعزيز القدرات. وصف كيرت كامبل العلاقة بين الولايات المتحدة والهند كالعلاقة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة في القرن الحادي عشر. هل توافق هذا التقييم؟ وما العوائق الأساسية أمام اكتمال هذه الشراكة فيما يتعلق بالتعاون العسكري وأيضا فيما يتعلق قدرة روسيا في النظام الدفاعي قلت؟ هل تستغل الولايات المتحدة ذلك؟ إذن السؤال الأول هو هل العلاقة بين الهند والولايات المتحدة هي الأهم؟ طبعا هاتان دولتان من أكبر دولتان ديمقراطيتين وهناك قدرات كبيرة في هذه المنطقة ونحن دولتان تتشاركان العقلية ذاتها تعملان معا ونريد أن نصل إلى النتائج نفسها وهي أن نحرص على أن المنطقة ستبقى مفتوحة وآمنة تعزز التجارة وتبادل الأفكار. إذن أجل هذه علاقة مهمة للغاية. وماذا عن العوائق وعن الأسلحة الروسية؟ العوائق أمام هذه العلاقة والتعاون العسكري، أظن أن هناك فرص أكثر من ونحن نركز على المنفعة التي سنحققها ونحرزها هنا. ويمكنكم أن تجدوا العوائق العديدة أمام أي شيء، ولكن هناك فرص كثيرة ومن المهم هو أن نركز على ما يمكننا أن نفعله مع شركائنا هنا وأن نعود بالمنفعة على المنطقة وعلى صناعاتنا وجيوشنا. والسؤال الأخير لأي بي سي. شكرا حضرة الوزير. نعلم أن الولايات المتحدة تنظر إلى استخدام الأسلحة الأمريكية في بلغراد، وهل تعلم إذا كان هذه بالفعل عربات أمريكية؟ إذن كان تبقى ضمن حدود محددة. قلت مرارا أننا نركز على لشركائنا في أوكرانيا أننا نستخدم سلاحنا للعمليات الهجومية في أوكرانيا، هذا أمر لا نشجع عليه. بالنسبة لقدراتنا لمتابعة ومراقبة سلاحنا، نحن نواصل التقدم ولكن هناك حدود وهي عدد الأفراد الموجودين لنا في أوكرانيا. لكن بقولي هذا أؤكد أن الأوكرانيين ساعدونا في الوصول إلى هذه المناطق التي يجب أن نصل إليها وندرس كل الأمور على الأرض، وسنواصل موقفنا وتقديم المعدات وهي لاستخدام للدفاع عن السيادة على أرضهم، وما زلنا نستخدم القدرات الرقابية وقد قطعنا طرق عديدة ولن تكون الأمر أمور مثالية إلا أن عندما يكون لدينا أعداد كبيرة على الأرض. بالنسبة للوضع في بلغراد، هل لديك أي تحديث عن هذا الأمر؟ كلا، ليس لدينا شيء. شكراً.